الأغنية ما زالت جديدة، ما زالت ما هبطتش لا على اليوتيوب وعلى المواقع بطبيعة التواصل الاجتماعي. الفنان صادق التونسي أصيل جورجيس اللي مقيم بفرنسا مشوار يعني طويل مع الأغنية ومع أيضا الإبداعات ومع أيضا النجاحات الكبرى سواء في فرنسا للجالية وأيضا سواء لهنا في تونس. كل مرة يفاجئنا بأغنية جديدة. أصيل ما شاء الله الأغنية هذه والله عام لجو يعني وحدها الأغنية من حيث الأداء من حيث أيضا الكلمة. شفتوا حتى الموسيقى زادة رائعة جدا وهو زادة صوته مميز يعني عنده كالخامة الصوتية اللي تميزه هو خاصة في اللون التونسي. صادق التونسي اليوم ينورنا على هواك على موجة إذاعة تطاوين. مساء النور، أهلا وسهلا صادق. مساء الخير خويا مجيد ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي. مش عروس الصحراء، أنا حبيت تسمحوني ما سالش خذها مني كل لطف ما غير رمي ورود، يعني ما ان شاء الله ديما نكون صادق كما اسمي الفني. انا سميكم عروس تونس خاطر بصراحه يعني قاعدين تعبوا، ما عندكم شكل نوع الحجره ولا لا لا طبعا تفتحوا المجال للناس كل المشهورين وغير المشهورين. وهذا نتبعنا من قبل من اللي درست الاذاعه التطوين نسمع بها وقت في فرنسا حتى روحت كيفني كيف المهاجرين يعني. وفرانشمون يعني بارك الله فيكم وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله من الشهره العالميه اللي توصل لحق الأرض كل إن شاء الله أنه يعيشك. بارك الله فيك يا صادق، والله يعطيك الصحة. نشكرك أنت ونشكر أنا والله. شوف إذا رجعت عملت فترة طويلة غياب لرجعت حب الناس عندي خاطر تعرف كي تتقدم في السن شوية وتبعد شوية خاصة توا ينسوا الناس فهمتني ولا والله تتقدم في السن اللي يسمع الصوت ويشوف الإطلالة. ما شاء الله عليك يا صادق، شباب راه شباب على الدوام عايشك. ما شاء الله الله يبارك. يعني خلاني رجعت الميدان بعد ما بصراحة دي بنقول فيها مساج نذكر العباد باش تفهم شنو القصد نتاعي من رجوعي، اني الناس تحب هكا يعني حتى يعرضوني في الثنايا في سواء في تونس كي نمشي في مختلف الولايات ولا في باريس ولا في اوروبا يا صادق علاه شبيك فما هددوك. لا انا حبيت نسحب شوية هكا نعمل كيما نقولوا احنا ميتو ميطولت من الحمد لله بفضلكم انتم الاعلام النزيه واللي ما عندوش معناها الاختيار على الشكل ولا على الذات ولا على كذا وحب الناس هكا علاش رجعت. وباش نزيد الإضافة وعلاش لا نعاون الفنانين الشباب اللي ما لقوش الفرصة نتاعهم اللي تمريت بيه أنا ما حبوش يتمر بيه هذا الشباب. هو والله يعطيك الصحة يا صادق. شوف راهو على امتداد السنوات هذه صحيح عملت وقفة تأمل، أنا مش ابتعاد لكن وقفة تأمل تشوف الساحة الواحد يشوف شنو اللي مشى معاه شنو اللي ما مشاش يراجع شوية هذه ممكن طولت شوية الفترة، لكن المهم أنك حاليا موجود في الساحة بإنتاجاتك وكل مرة تفاجأنا بجديد. ومش أول مرة يكون صادق راهو موجود في إذاعة تطوين، كان حتى مع زملائي وزميلاتي زادة معانا ونورتنا زادة في الأستوديو. تحية لزميلاتي يعطيهم الصحة زادة على الاستضافات الصادق. أنت صوت جنوبي صوت تونسي جرجيس الرائعة اللي أنجبت هذا الصوت وأنت حاليا احنا معاك وأنت موجود في فرنسا أو حتى طرق التواصل ما فماش ما أسهل منها تكونش في أمريكا نجيبوك يا صادق راه تكونوا معاك. بالمناسبة حبيت نحييكم كل من الحارس نتاع المبنى اللي داعها الحاج والتونس الصغير نسيت اسمهم حتى الاعلى يعني السلطه اللي هو البي دي جي بتاع الراديون. نشكر اختي فدوى، نشكر اختي باش ما ننساش ناديه اختي هاديه كنت معاهم هذوما الكل فيروز ابن احمد. نشكر اختي هاديه بارك الله فيك. نشكر التكنسيانات كل ما جي عندكم غير رمي بصراحه واقولها وربي شاهد كلامي في العواشر ومن كل قلب صافي وهذه صراحه الحقيقه سبحان الله الواحد ما يستعرف يعني نقولها ديريكت يعني عندكم رحاب صدر فرانشمون. علاش سميتكم عروس تونس خاطر فرانشمون كي العروسه تضحكوا وتبسموا في الوجه وجبنا خويا صالح هذا يا شوف راهو فما انت واحد منا تو انضميت لينا واحد منا فن هذاك مر علاش احنا نحكوا ديما نقولوا الاسره ولا البلاصه اللي نرتاح لها الاسره الاذاعيه به. صادق الاغنيه جديده وانا كما ذكرت فعلا معناها انا ما زلت لهبطت على اليوتيوب لا كذا 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 ولا المواقع الكل لا هي تفصوني هبطت صحيح ما انا وعدت ما بين انتم الاذاعات الاولين باش تسمع تتعدى عندكم ومبرمج كما شمس غدوه وبعض اذاعات اخرين. نشكر بالمناسبه نحب نحيي خاطر اذا رجعت برشا اعلاميين نازيين تحياتنا ليهم اكيد خاصه اللي يقف معاك واللي يكون
معناها فعلا داعم الفنان الصادق التونسي، فشكرا لي. الغنية شموس، حبيت المساله، سامحني اخ عبد المجيد لو ناخذ دقيقه ولا فضل. حبيت نحييهم وكل اخت كريمه شموسه في اذاعه شمس الفارس، به الاذاعات الكل والاذاعات الخاصه والاذاعات الكل اللي موجودين بطبيعه، لان لازم زاد ما هو شوف الوقفه به الواحد ان ديما يكون خير، معناها خير اسمعني من الانسان هو خير بطبيعه، ترى هو معناها فما كل جانب الخير وكل حب يعاون ويحب يساعد، لما لا. ما عطيتنيش الكلمات والالحان يا صادق، الاغنيه جديده، الاغنيه جديده هي موثقه على كل حال، معنا محمية استسلموا في السنديكات العالم خاطر نشارك في برشا دول، أنا حكم وجودي في فرنسا وسفراتي ديما نتعلم وديما ما زلت نتعلم وديما يطلعونا، فهمتي ولا مالورزمون يعني سامحوني في كلمة بالفرنسوية، للأسف يعني الناس اللي غالب ما تشاورش تاخذ دوك الأغنية محمية قانونيا يعني في الشارع، أما أنا حبيت نعملها مفاجأة خاطر خلت تتمتع الناس، مانيش بتاع ماديات أنا. أي. الغنية كلمات الأخ والتلحين أيمن الخليفي، تحياتنا ليه أيمن، تحية ليه أخويا الغالي اللي معناها فريمو يعني قاعد وقف معايا مش على ما شاء الله عليه، معناها قاعد يكتب الأغاني مع الزازة وغيره من المشهورين، وقف معايا كأخ وكأخ كبير يعني ما فماش مصالح كبيرة بيناتنا وكالحكايات، تسجيل في صفاقس عند استديو عادل فهمت ولا لا لا عادل، اي تحياتنا ليه عادل، عادل معروف باش ورامي فهمت ولا الاخ رامي فهمت ولا، زاد عملها اضافه في الريتم وفي المكساج ومسترينج الاستاذ نعمان الشعري، نعمان اللي في تونس، نعمان صديقنا وصديق الاذاعه طبعا صديق الكل، هو بصراحه وقت جيته في اخر لحظه قلت له عاود ميكسيها لي، عاود زيدني ايقاعات كذا، زادها الايقاعات عملها لايف ستيل لايف ستيل جديد يعني. نشكر رجال العازف الكول اللي هو معناه مهاجر تونسي من خيرة العازفين، بين خيرة العازفين في الناي، إنسان ما شاء الله عليه دكتور حسين، والله مش متحضر بالميلود، حسين بالميلود، لا 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 واحد آخر مش عارف حسين حاجة كيما حسني ولا حاجة، أنتو كان معروف هو كيما ما عرفته مع سي حسين بميلود وسي محمد بن صالح، هذا من وين تونسي ولا تركي؟ النياتي تونسي، وكان يخدم في دبي وصبها لنا وبعثها لنا عن طريق البروتيسيت معروف يعني الوالد روسفير، الوالد روسفير يعني سيكوريزي، وصبها لنا وبارك الله فيه، معناها ما يعني ابدع يعني فهمني ولا ها اطراف او فريق كبير شفت ولا لا توا شوف سامحني سي نشكر الاخ العاستديو العادل بن عمر ورامي بن عمر ولا باش ما ننساهم مش خاطر فما عندي رامي الكور الحيز اللي تعاملت معاه في اربع اغاني سجلت عنده يعني الغنيه هذه ما تقولي لا قصه غراميه، واحد حب بنيه حب يعرس بها لقاها بتفاميله امه قد تعرف الام ديما تخاف على ولدها، يا ولدي خلينا نسلوا عليها يا امه هي ولا لا، يقولها في الاخر وافقت له يعني فرحان يعني ولا هذه قصه كامله هذه، اما تعرف انت تو الشعر ديما من حتى من الخيال لازم يقدر ينسج اي ما انا لا طبعا قصه واقعيه يعني اي صادق الغنيه مبرمج بس تصورها ولا بتحبطها اوديو فقط؟ لا باش نصورها يعني كل مره نقول نبدا في التصوير يعني تصوير حي مره عندي برشا افكار لكن باش نهبطها بحول الله يعني على اليوتيوب وعلى طول الريزو سوسيو وعلى الستريمينج، عندي ديزر عندي ابل ميوزيك عندي ابل ستوري عندي برشا باهي ممتاز يعني. المهم لازمها دعم زاد باهي انها تنزل على مختلف المواقع حتى تكون متوفره للناس الكل، وخلي زاد الصيف زاد يكون محفل زاد بصوتك هكا ان شاء الله، انا نتمنى من كل المستمعين يدخلوا على الشان اليوتيوب نتاعي هاكا موجوده صادوق التونسي يعني اس ا بالفرنسيه دي او كا يبعدوا شويه معناها مش التصريف اسم اللاسكا اسباس تي او يو ان اس اي يعني تونسي، اي عملوا ابوني اشتركوا في قناته في قناه صادق التونسي بارتاجوا يعني مجانا عاونوا شويه دعم راك البارتاج وكالجيم وكالكومنتير راهي عاون راهو شفتوا راهي تاخذ التليفون تدخل على الشين اليوتيوب الخاصه صادق التونسي اون فرونسي بالفرنسيه وعلقوا على مختلف الاغاني وعملوا بارتاج وعلى الفيسبوك بارتاج وين ما تحبوا علاش لا خلي نعاونوه فنان اصيل جرجيس الكلنا راهو الكلنا ايد واحده راهو شفت هي لقطه صغيره وبسيطة لكن عندها زادة مدلولها ومعناها زادة الكبير. صادق ما نشوفوش فيك في التلفزة وينك يا أخي مقاطع التلفزة ولا شنو نشوفوش لا فيك لا لا في أنا موجود أي
انا تعديت في التلفزيون الفرنسوي يعني مدرسه فرنسويه، انا يعني تعلمت الفن يعني في تونس ما بلادي هيك ومنصور منها، وعمري ما قد ما نعمل انا ابسط اخر واحد من نعمل ما نرجعش منها قدره مالي شربتها في ارض تونس الحبيبه الغاليه، خاصه كنت تهاجر تعرف قيمه بلادي. انا تعلمت اصيل الحفصيه زاد الحقيقه بالمناسبه معناها وسط البلاد كما نقولوا الربط، خرج الفن الاصيل العتيق شيخ ميسرنا يحموس المادي القامات الفنيه الكبيره التونسيه طبعا القامات والفن الشعبي وما يتبع. وبعد ذلك كما قلت اصيل الريس وفهمت لا وحاولت معنا من الريس لوجي وهجرت صغير دونك التلفز انا على ذمتهم عمني باش نرجع بيك على ذمتهم سهل يدخل البروفيل يضرب صدق توجي ما كلماتك حتى تلفزه تونسيه من هنا انك تكون موجود في البلاتون تاعهم. كلموني الوطنيه عام 99 الاخ نشكي الشهاب الغربي 99 اي في 99 عملت مع اخت يسرى بارك الله فيها الصحراوي في بلياقه اللقب ايه يسرى اي اي مع الاخ كان المنتج ومخرج البرنامج همزة وصل الشهاب الغربي الله يعطيه الصحه كان في السماعه نحييه ونشكره والاخت والطاقم نتاع الوطنيه عدوني مرتين كنت مستعد مع سي نجيب الله يرحمه صديق الاسره هو ابو معنا كان وكل قال لنا صديقك ويعمل لي برنامج كبير طلب الله يرحمه يسامحه في الجنه ان شاء الله طلبات المنيه كدش مره صدعني انا كبتي بالسر ما وقت علاش وقتها قلت لك خذيت شويه بريك لكن في 99 قبل 98 بكاس العالم تلاقينا وعملنا برنامج ما كتبش طلبات المنيه الله يرحمه انا في الطلب اي تلفزه تستدعيني ما باهي انا يا صادق شوف توا تلفز ما شاء الله عندنا تلفز منا ومن كيف ما تحب معنا القنوات الكل انت فنان مجتهد تقدم يعني في منتوج وديما تبحث على جديد وقت تتعامل مع اسماء زادة اسماء عندها ثقلها وعندها زادة وزنها لهنا السؤال المطروح هل انه شنو اللي ناقص معناه هل انك انت معناه ما خططتش الخطوه كريتك الخطوه في اتجاه التلفزه ولا التلفزه هي معناه ما شويه منك وشويه منهم زادة ماشي معاك انا يعني رجل انا ما عنديش رجل اعمال يعني في تونس علاش مدير اعمالي مانجر خاطر انا كنت خدمت مع ايدي باركلي يعني عندنا توت ايكيب كان جروب وقتها انا كنت مشارك معاهم فهمت انا المؤسسه وكذا وكذا ونجحت وتعدينا في التلفزيون وكذا لكن ما كنتش انا نغني دونك عندي فكره كيفاش السيستم معنا الامريكان هو اللي يخدموا به توا غير قبل ما عندناش الاورديناتور على فكره الاسمر دوني انا كنت اول واحد سجلتها هي تورات على كل حال انا كفنان ما سجلها حتى واحد سجلتها انا عام 89 باللوجيسيال الاطري وقتها مش ويندوز وكان معايا بابس سكوت سباق دونك فما معناها المدير الاعمال كيما سي قرواجي ولا سي جورج البرشا برشا اي برشا هما لا محاله يعني انا كيزني باش نقعد نستنى دوري معناها معذورين كيما للفريق هكا فريق الكره بون نقعد رومبلاسون توصلت معاهم كلمتهم لا ما تقابلش بهم عندي فكره انهم عندهم بال 20 و 30 فنان ما شاء الله يعني ما نجموش يتفرغوا لك انا نحاول في مدير اعمالي يكون متفرغ لي على الاقل عنده زوج فنانين بركه فهمني باش يسخر لي خدمه هو الكيب نتاعو باش يوصل لي كيما قلت انتاجاتي واعمالي الثقافيه كل فهمني على عيني وراسي انا من ما بركم هذا ما معناه ماذا بيا نكون نشوف واحد يعني يعشق الفن مش يعشق الشهره والاسم ويحب يعمل حاجه به يا سيد الاغنيه التونسيه أنا ليد في الليد يعني خاطر كي ساعات انا يشدوا الناس وش بيكم وش بيكم وعندكم دبلوماتكم كي ملحنين كي موزعين وتخدموا مع اكبر معناها فنانين خليجيين ومصريين يعني صحيح العازف التونسي والموزع ما شاء الله علينا لكن المشكله ان ديما نخدموا هكا الترقيع ما عندناش ما نروجوش الموسيقى للعالم ما عندناش ناس عندنا ما شاء الله الخبرات وعندنا الملحنين وعندنا الاصوات ما شاء الله كسوال لكن مش لاقيين حظهم علاش ما فماش اسيد كوميرسياليزاسيون ترويج هذه اسمها ملايين وهذه دور الشركات في تونس اي شركات ما عندناش شركات ما نكون صريح معاك بصريح العباره انا في تونس حاجه سهله نعطيك حاجه سهله انا تعلمت كيما قلت لك وهاني باش نقول لك كوكا كولا ولا بيبسي وبي من غير ما نذكر احدى المشروبات الغازيه اي ما سامحني احدى المشروبات الغازيه المشهوره ولا تشكي معناها ياغورتات وكل الحكايات معناها يدفعوا في مليارات على الفنانين ما كيفاش
المنتج كيفاش به ها ها انت تو الحل موجود ولا لا؟ به تواصلتش معاهم هذوما ان يدعموك يشوفوا انتاجك يطلعوا على منتوجك حتى ان يدعموك؟ مثلا من غير ما نذكر عندنا اكبر معناه رئيس نادي ماذا بيا نوصل له، لكن باش نمشي قدام الحظيره مش لازم نسمي اسم الفريق معروف. اي لكن اي ما فما ارقام، فما فيسبوك، فما كذا، فما طرق. ما تنجمش انسان تو انسان كيما بي دي جي نتاع مثلا احدى اي ما نجمش معناها باش تمشي له بتعس عليه على بيروه معناها سي ام بي. لا لا مش هكا الطريقه. شوف صادق، شوف راه انت فنان هيك ولا لو فنان تونسي والفنان عنده قيمته ولا لا، لكن عنده زاده لونتوراج نتاعه، عنده هذيك العلاقات نتاعك فلان، تعرف فلان عن طريقه ولا عن طريق اشخاص اخرين يعرفوه هو هذاك السيد، تنجم تحصل على الرقم والومه عاديه جدا زي الناس الكل. فهم الواحد؟ شوف انا شنو يعجبني في الدنيا هذه، يعجبني الانسان اللي يطرق الباب، يطرق الباب ويسعى حتى انه يوصل. راهو الطموح كي يكون موجود وما يكونش مجسم، ما انا بالنسبه لي انا شخصيا ما سميش طموح، لكن الطموح اللي انت تجري وتسعى وتركض حتى انك توصل ويكون على ارض الواقع مجسم الطموح هذايا، انك انت يكون فما فيديو كليبات على مستوى عالي جدا، ان انتشارك والشهره وايضا الاغاني بتاعك موجودين في التلفزه، فما ايضا لقاءات تلفزيونيه اذاعيه مختلف الاذاعات، فما ايضا تور بالنسبه لك انت في مختلف الدول انك تعمل تورات كذا، هذايا الكل راهو جاي بتضحيه كبيره وسعي كبير 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 برشا. تقول لي تضحيه، نقول لك تضحيه بمختلف وشتى الانواع، ان الواحد صحيح يدفع، الفنان راهو لازم يدفع برشا مش شويه باش يوصل، لازم زاد يضحي بوقته اذا عنده عائله باش يضحي ساعات، لانه باش يبعد وترونسبور وتنقل وكذا. والفنان فما تسجيلات، فما ارتباطات، فما بروفات، فما استديوهات برشا. شفت الدنيا موضوع كبير 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 برشا. راهو هو حلو النجاح ما فماش ما احلى منه، لكن فيه تعب. راهو النجاح ميجي كان بعد تعب. بالمناسبه هذا اللي تحكي فيه كله عملناه مخطط والحي من مبرك هذا، خاطر لازمنا مسالش لو سي حسن الحاج حسن بن احمد انا قلم الذهبي مسميانا سواء في الثقافه ولا في الرياضه في جريده بيان حيين. بالمناسبه نعم. عملنا مخطط وكتب عليه ارتكلات لزنة 90 وحتى 98 وحتى في وقت جت تونس في الكوره، يعني عملت غناية على المونديال، لكن المشكله ان حكينا درنا في اللي تحكيها ما نبدلوا الاستراتيجيه، نبدلوا عملنا استراتيجيه واحد اثنين. يا اخي ما يحبوش نقولها لك بصراحه تامه، مانيش عارف شنو هو السبب، مش كان يانا راهو مش كان يانا حتى اكابر معناها الفنانين بوشناق ما شاء الله، لو كان عندنا لبنان عندها صوت لشبشناق ولا مصر يديروا به يحبوه عربيا اسم قامة كبيرة. أنا بالنسبة لي أنا أخويا لطفي بوشناق ولا سي أحمد حمزة ولا غيرهم ما وصلوش الشهرة، نحبه ما يجوا يغنوا في الصالة مش لقفات واسع ولا شوية اليوم غربة وشوية مصارة الحب فيها 70% فرنسيس، هذا حبيت نوصل لك نشهر الأغنية التونسية. إي أنت قصدك على مستوى عالمي هيك ولا لا؟ حتى ديجا عربي، حتى عربي توا شوف الفنانين التوانسة يمشوا ليهاجروا لبنان وغيرهم، نكونوا واقعين ونكونوا صادقين. أنا عندنا في مصر ما شاء الله عندنا زاد حتى تمشي غادي، علاش ما يخرجش من تونس مشهور؟ ما نقولوا واقعيين، هاي المشكلة مش مشكلة الصدق التونسي برك، حتى اللي يتعدوا في التلافز باهي هذه فيها سبب معين. اللهجة ساعات تكون العائق، وقت اللي تكون الأغنية باللهجة البيضاء فإنها تنتشر على مستوى البلطي، ريتها البلطي ولا هاو يغني الراب البلطي، هنا نانسي عجر متغني له في غنايته، هنا إليسا تغني له في غنايته. أجستمو كلمتي على البلطي مثلا مثال مشبه. لولا عند شركة لبنانية قالت تعملها في اللي تشكي كنا بس ماركتينج. إيه سامحني ما أنا صديقي أنا البكري إيش قلت لك، أنا البكري إيش قلت لك، أنا قلت لك أنه لازم الواحد يضحي ماديا وكذا. يلزم إحنا عندنا شركاتنا ورجل الأعمال نتاعنا يخصصوا هم يربحوا فيه الشيء هذا، غير مش فاهمين هم يربحوا كي ينفيستي على فنان حتى 200 مليون في العام راهو يدخل مليار فيهم خمس مرات. علاش؟ على خاطر يلزم الماركتينج التكنيك الامريكان اللي ينجح لتو قاعد يخدموا به حتى تبدلت الدنيا اورديناتات ودنيا ونات ومع شويه شركه برودكسيون كيما انيفرسال في فرنسا قاعد يبرودوي هذيك عالميه يعني الامان اللي كان فيها الشاب خالد والكل. حتى
احترامه تيدي ونحييه ما يكون ربما العربي ولو سي جامي عندوش عنده اكيد كيف عربي يسمعوا راه يعسوا على كل شيء على البال بكل شيء يعني دونك نحييه بالمناسبه يعني ياخذ الفلوس من الشركات كما هكا فهمتش معناها يعني به خلينا نوع شويه توا لان ما شاء الله حكينا برشا هكا ولا لا انا نحب نسمع صوتك اللايف مباشر اليوم شنو رايك انت حصلتني انا اللايف هو الاساس لهنا على هواك واللي يسمعوا فينا زاد عبر اذاعه تطاوين تعطينا حاجه بصوتك هيك خلينا نستمتعوا زاد معاك حاجه من اغنيه يعني كما شئت اغانيك او تحب ريبريز كما تحب نروحي هانت براني قالوا بلاد عربيه بلاد عربيه وجروحي زادوا ودموعي سالوا مكتوب عليا مكتوب عليا قاسيت منهم عنيت هيما عالجمر نحافي مشيت هيما وليدك وذناك يما طالب رضاك يما وليدك وذناك يما طالب رضاك يما واسي بدعاك يما وليدك حاير واسي بدعاك يما وليدك حاير يا عيني صوت دافئ هكا ولا لا صوت هادي حلو راهي ديما اللي تميز الفنان هي الخامة الصوتية شفت انت لا إراديا حكيت انه فما سكوب فما خبير جديد فما تحضير جديد كأنك تحضر في غنية بعد الغنية مازلت جديدة مازلت ما هوتش اما كانوا فما عمل آخر هكا ولا لا عندي برشا أغاني مازال ما تسجلوش نحيي برشا موزعين كبار مباشرات كبيرة الوقت اللي غالب نتأسف يسمعوا فيها أكيد خاطر علمتهم ما قال لك ما تقولش الاسماء خير ذكرت مره ما سالش حاجه في وقتها زاد باهي معروفين ما شاء الله دمادم الفن يعني الاصيل والعتيق ونحييهم وكل نحيي مسالش ابن تطاوين شاعر تونس الاول سي حبيب محنوس اي تحياتنا ليهم سي ناصر سمود اش باش نسمي لك يا ما شاء الله يعني كلهم مفتوحين يديهم ليا باش يعطوني الاغاني والتلحين ويقفوا معايا قال لك غير برا برك انت راك احنا معاك اي بيت او تشجيع شفت ولا لا كي يعني تلقى تشجيع هكا خلاني رجعت والله وقت نحكم يودي يقول لي تو انا مش نحكم وطلعت واقتلح انت تشبيك رقدت صار انا نسيت الاغنيه العربيه في فرنسا وكنت انت السباق فيها نمشي نروح لفرنسا نسمع كان باسمك فلان 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 لا اما ان شاء الله العوده قويه وفي تكون في طموحات الناس وانتظارات زاد جمهورك اللي تبع فيك واهالي جرجيس اللي تحياتنا اليوم من خلالك اليوم يا صادق الاصيله والحي تونس كامله الحي جرجيس طبعا هكا مسقط راسي وافتخر يعني اعوذ بالله الفخر للشيطان من اعتز يعني وبلادي ما عندي ما نقول وعلى عيني وراسي والله بكل قلب صافي نقولها اي شبر اي شبر كم شطره من بنزرت حتى للذهيبه لاخر بقعه في الجمهوريه التونسيه نعتز بها وراهي كلها بلادي ما عنديش الله ينورك يا سيدي الله ينورك ان شاء الله يا صادق ان شاء الله على قد هتعب هذايا ان شاء الله يكون فما نجاح كبير يكون فما زاد جولات زاد فنيه رائعه ولما لا فنان ابن الجنوب موجود حاليا مقيم في فرنسا لما لا ان يكون فما تشجيع وفما زاد دعم كبير حتى توصل اغنياتك لابعد بلاصه ان شاء الله بإذن الله. عايشك خويا بارك الله فيك على الصحه انا حاجه برك نقولها من مباركم هذا ومعاذاتكم التحفون الكريمه امني مباركم انا مفتوح للمهرجانات للاذاعات للتلفز اللي يطلبني السهل فصيل انا باش صحيح يلزمني ندور لكن حتى هما هاي حاجه يخدموا علاش يمتازوا علينا الغرب الجورناليست هو يحوم انت لا انت عندك معد برامج ما هو كل واحد عنده طريقته زاد شويه خطوه من عندك وخطوه من عندهم ما سالش يجي هيك يجي اللقاء حلب جانب كبير من المسؤوليه لكن ما فيها باس لا يكونوا يسهلوا خاطر قداش باش تجري ما شاء الله تو قدر معناها سهل الامور لازمك مدير اعمال يا صادق ضروري يا صادق ضروري لازمني ان شاء الله انا نطلب الدعوه اذا كان فما ناس
معناها كما قلت لك نحب المدير اعمال في تونس يكون ما عندوش برشا معناها فنانين. اي فوالا يوصل لي زنا ما فهمني هذا ان شاء الله يا رب على عيني وراسي ان شاء الله وان شاء الله ترجع لنا زاده فما مروحه في الصيف ولا قبل الصيف ولا وقتها الله اذا حيانا الله وكنا من اهل الدنيا ان شاء الله وكتبنا عمر وصحه يا رب نروح على قريب يعني وان شاء الله عندي تسجيلات وعندي كذا وان شاء الله على اسلاك بعد رمضان ان شاء الله ما نجمش توا نعطي دات فريسيز نحاول الله في جويليا وتجيب احلانا تجيب احلانا نجيبوك للاستديو ان شاء الله باذن الله يا صادق كما باش نجي يعني داري هاك ندقدق مرحبا بك اهلا وسهلا بك باذاعه التطوير نشكركم برشا برشا العفو يا سيدي ان شاء الله نحيي المستمعين الكل من في الجمهوريه والجاليه بالله حبيت نعمل تحيه ما سالش عندي فان 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 كبر على الاغانيه وزادت له مدام نحيي بالمناسبه سي خويا وليد جرتيلة الحمد لله كلا ماركت بندوش اي تحياتنا ليه وان شاء الله مبروك المولود مولود التوامة ما شاء الله أي. والحي كل تونسي وتونسية اترافير تونس وخارجها وخاصة اللي متغربين في العالم كل وخصيصا في فرنسا اللي نعيش فيها وبلجيكا والحي الجالية المغربية والجالية به تحياتنا ليهم الكل يعطيك الصحة تحياتنا ليهم يعزون عايشك هذاك هو ما لينك لينك فنان للكل لا. هذا هو صادق تونسي يعطيك الصحة على تلبية اليوم الدعوة معنا إن شاء الله يا رب علينا وعليك يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا صادق إن شاء الله ديما منور وديما موفق وإن شاء الله الفترة الجاية زادة تكون أحسن وأحلى بإذن الله بدعم إن شاء الله كبير بإذن الله.